وهذا الشعب افتقر والمهنة لمت، الواحد يروح يشتغل مهندس كمبيوتر أحسن. يا هرابي يا هرابي، بتسرق بين العصاية المرصعة بالزلط الكريم؟ على فكرة يا حاج، أنا هسيبك علشان عامل احترام للشعرتين البيض اللي عندك دول. دول شعرتين بيض؟ دول شعرتين؟ أنت ما بتعرفش تعد دول شعرتين بيض يا دوقة، عايز إيه؟ بقول لك إيه، ما تخلينيش أخرج عن آداب المهنة وأزعل مني الهجمين. لو تزعل الهجمين ليه يعني؟ وأنا لو ما سبتكش هتعمل لي إيه يعني؟ بقول لك نزل إيدك لو سمحت يا حاج. مين اللي نزل إيدي؟ أنت نزلت إيدي؟ خلاص خليها ولا يهمك. وأنت لا ما رضنيش إن أنت تزعل الهجمين، أنا بقى أتصرف من غير ما تزعل حد. شيل إيدي العصاية؟ آه أهي أدي العصاية. إيه حاج إيه؟ إيه؟ تعال إيه؟ إيه؟ آه آه حرامي حرامي. واسم الكريم إيه بقى؟ حفيدك الصغير رستم. رستم؟ رستم؟ في حرامي اسمه رستم؟ انت مش شايف يعني ده اسم غريب على حرامي؟ والله يا جدي اللي قدامك ده من سلالة العيلة المالكة، بس للأسف بعد ما أمموا نصيبنا في الأراضي ومحلق القطن وقناة السويس. قناة السويس؟ هم أمنوها؟ أمنوها؟ يا نهار أسود، ده أنا ليا فيها فلوكة. فلوكة إيه والله؟ المهم الزمن دار بينا من أب الجد لغاية ما بقيت زي ما أنت شفتني وضربتني كده حرامي. ولا يهمك خالص، ولا يهمك، لأن بص حرامي ناجح احسن من كونستابل فاشل. المهم التوبه دي ملهاش معاده جدي، يعني انا الصراحه كنت ناوي اطلع حج بعد العمليه دي على طول. حتى بص بص ادي الباسبور والفيزا بتاعت السعوديه، انا حطيت كل فلوسي في الباسبور والفيزا واشتريت شويه سبح وجلاليب وساعه فيها بوصله، بس قلت اعمل عمليه اخيره كده اكفي بيها مصاريف البيت يعني. اه ايه ده، والبير حرامي؟ البير حرامي؟ الحمد لله. اه وانت يعني كنت هتسافر تحج بقى وخلاص؟ يا خلاص يا ده انا هساعدك يا ضبه، ده انت نويت ان انت تتوب توبه وانا هساعدك بقى. ربنا يخليك يا جدي، ايدك ابوسها. لا لا استغفر الله العظيم، لا استغفر الله العظيم. هذا الباسبور؟ لا الباسبور ده خليه معايا عشان هساعدك يا ضبه، وليك عندي شغلانه. حاجه بقى ايه يعني؟ شغلانه زباله يعني. بجد؟ بجد يا كده كده الاريال ده بقى ايه يظبط ويلقط بقى اول ما يجي التلفزيون، اوصل الاريال على طول ويلقط بقى من الدش بتاع ام ميرفت ويلقط بقى الفضائيه المغربيه ويبقى كله تمام. حرامي يا ماما. ايه ده اتقبض عليه تاني الفاشل الفاشل، هينجح امتى بقى؟ هيسرق امتى بقى؟ سمعتك خلاص، سمعت خلاص. حرامي يا ناس، خلاص عرفت ان انا حرامي. هنادي بقى. الله لا لا لا، ولا ولا اوعى توقع التلفزيون ده على الارض، عليه اقساط، خليك تدفع الاقساط قبل ما تسرقه. وانا بقول لك اهو يا لص يا زق الفجر. قلت لك يا عادل ركب حديد على شباك المطبخ، ما سمعتش كلامي؟ انا دخلت من الباب عادي يا حاجه، ما تكلفوش نفسكم. يا سلام، هتعمل لي فيها يعني؟ خايف على فلوسنا؟ ده انا هفرجك. حرام حرام يا عادل، بين فضلك اصل حرامي سمفاتيك ورق. ميرسي قوي يا فندم، ربنا يخليك. انتوا ايه هتقعدوا تسيروا مع الحرامي؟ بقول لكم ايه، كتفوه على ما اروح اجيب الواد رمزي واجيب شويه ناس كده اهو، نمسكوا نورين وعلقه قبل ما نسلموا البوليس. ما حدش يقول لي حرام. عادل يا حبيبي، ارجوك يا حبيبي، احنا مش في غابه، هو في بوليس وفي نيابه وفي محكمه استئناف. اه وفي محكمه الاسره اللي هوديكي ليها ان شاء الله. اسمعوا كلامي، كتفوه. ها ياسمين؟ نعم. عارفه القلم الجاف؟ عايزك بقى ما يكتفوه تقعدي تغزيه في بطنه. ها حرام. ممكن الريموت بس بعد اذن حضرتك. حرامي مسكت حرامي مسكت حرامي، فين الحرامي؟ فين الحرامي؟ مسكت حرامي؟ ايوه جد. ايوه فين هو الحرامي؟ اهو يا جدو هنا. فين؟ ها ايه ده كده هتفطسوا الحرامي؟ حرامي حرامي عليكم، حرامي عليكم. عشان ما يهربش يا جدو. يهرب وانا موجود؟ يهرب وانا موجود. طب ده انا بره بسكر حرامي ويلا قوموا قوموا قوموا، هرب عليكم. هيفلت منك يا جدو. مش هيفلش مش هيفلش. قوموا 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 قوموا، هرب عليكم. ده فتس فتس فتس. انت فين يا عم؟ انت فين يا عم؟
اوه يا حرامي، كنا جبت سيرتي في حاجه. انا بسجل لك انا بكره احبسك يا حرامي. اهم جدا الله يبارك لك. الشغلانه اللي انت جايبها لي دي تعبتني قوي. حرامي انت حرامي وجاي تسرق بنت يا حفيدي عادل سعيد الحيوان؟ حرام عليك. يعني هو عمل لك سرق ايه ده؟ تلفزيون يا جدو، التلفزيون 17 بوصه. وبين الحيوان اللي ماسكه؟ انا يا جدو انا اللي مسكته لوحدي. وانا اللي ساعدتها يا جدو. انت ما ساعدتيش، انا مسكته لوحدي. يعني انتوا مسكتوه وانت ايه يا حرامي؟ حرامي يا جدو، عادل نزل تحت علشان يجيب العصايه والعصبه والناس اللي دمها حامي علشان يلقنوا الحرامي دانسن لن ينساه ابدا. دانسن هيلقنوه دانسن. ومعايا وبهايا عيني يا حرامي. قوم تعالى لو وتلقنوه درس ليه وانا عدي عصايه فوق وعدي سبوره وهلقنه درس عشان بره كنت في المغرب وفي ومسكنا البوليس. يلا يا عرابي يلا. يا جماعه انا عايز اعمل لجوء سياسي لكوبا، ما حدش معاه تليفون. جيفارا مات اخر خبر في راديوهات. يلا يا حرامي يلا. الله يرحمه. طب كاسترو؟ طيب كاسترو ده وقت كاسترو وجيري ده وقت كاسترو. تعالى حرامي ترى هبهدله. مانديلا؟ طيب حدش معاه تليفون مانديلا؟ وانت جاي تنف انت عايز مانديلا؟ عايز معيش مانديلا؟ تعالى نف معايا. طب غاندي؟ طيب مناظير بوتو زوربا السوداني اي حاجه يا اخوان. يلا حرابي كويس تعرف سكناه. خش يا حرابي كده خزلتني كده يا حرابي. يا جدو ده انت عليك احفاد ياكلوا الزلط ده. سناق دي ايديها تقيله قوي. سناق دي بقى انا هتقف بينها. البنت دي على طول بتبوظ كل خططي. طيب كذباني دلوقتي قاعد بتفرج على التلفزيون، بتفرج على الفضائيه المغربيه. ما تتفاهم معاهم يدوك التلفزيون ده هديه وتخلينا نخلع احنا من المشوار ده وتتفرج على المغربيه دي براحتك. لا يا ناصح، بص الحاجه اللي بتيجي بالسهل والحاجه اللي بتيجي بالسهل لا ما بيبقى لهاش طعم كده. طعم كده وانت هتاكله التلفزيون ده؟ ولا هو انت هتلابط معايا انا حرامي وهتلابط معايا وحرامي؟ ولا بص انا هغير الخطه. انت عرفت الخطه الاولانيه؟ لا خلاص انا هغيرها. انا مش فاهم انتوا ازاي تسيبوه؟ هو احنا يعني اللي هربناه؟ ما جدك قفشه من قفاه وطلع بيه على السطوح فوق بيعلمه الادب بيتضرب يا عادل. وفين بقيه العيله؟ دخلوا يناموا، اعتمدوا علينا يا عادل. اعتمدوا على حيطه مايله طبعا. احنا كان المفروض من الاول نبلغ البوليس. بوليس؟ ايه يلا ده؟ انت جايب لي حراميه يمسكوا الحراميه قد؟ ما هم بقى اللي هيفهموه بقى دول. انا قلت كده يعني. بص بقى دول انا عندي راي في الموضوع ده، احنا بعد كده اي حد يمسك حرامي يقوم حبسه عنده في الاوضه ويتكفل هو بمصاريفه عشان ما نكلفش البوليس يا دوله بقى. يا سلام، انت صعبان عليك البوليس؟ يعني كده الحرامي هيبقى جاي له عقد عمل، يعني باب رزق بيتفتح له. بكده هنبقى استفدنا لان احنا هنقدر نفرتر المجتمع من اللصوص وكده هنعرف نعيش في المدينه الفاضله. صح يا رانيا. بص بقى يا دولا انا هطلع لبابا سته علشان نفسي اشوف الحرامي ده بدل ما يموته يا دولا. نفسك تشوف الحرامي؟ اطلع له وبابا جده بقى يا سيدي، ده بقى ما بيفرقش، اكيد هيلوشك اتكل على الله. باي. في حاجه مريبه بتحصل. وبص بقى اهم حاجه احنا هنخش، انت بقى هتروح على الشقه وعايزك تسرق الراديو بتاع العاب بيتي. ها بيتي اسرق الراديو عشان ده بخف وزنه وعالي صوته يعني. وبص الخريطه، ودي الخريطه هنا مصر وهنا هو لبنان عشان ده انتاج مشترك بين مصر ولبنان، وبعدين هنا هو امريكا وهنا عند المطبخ وهنا المطبخ، وانت داخل على المطبخ مالكش دعوه بالثلاجه، مش تقعد تفتح الثلاجه وتقعد تاكل بينها. لا انا بحب اتعشى قبل ما اتمسك. برافو عليك. انا احب الحرامي اللي يصرف على شغله. وهنا كمان السلام عليكم. كبسه ايه يا عم؟ كبسه من مدرس انت بتذنب. تعالى. السلام عليكم، وحضرتك الحرامي؟ الله والله بص انا مبسوط قوي اني شفت حضرتك، والله من زمان انا بشوفكم في التلفزيون والحاجات دي. وحضرتك اشتغلت مع الاستاذ توفيق الدين؟ والله كان هيحصل تعاون يعني بس ما حصلش نصيب يعني. انا رمزي. انا ارتحت لك قوي يا رمزي. ازيك يا رمزي؟ عامل ايه؟ وانا رمزي نعم جدا. وانت بتحب الحراميه؟ موت انا بحبهم وهم كمان بيحبوني. ده انا اتسرقت قبل كده مرتين، بيعشقوني الحراميه دول. بقول لك ايه يا رمزي، وانت تشتغل مع الحراميه؟
لا 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 خلاص لا يا عم ما تعملش دهوشه، خلاص بلاش، مش عايز بلاش. لا انا قصدي موافق، موافق يا بابا ستو. انت مرتاح له ده يا عم جده ده ولا ايه؟ لا والله مش مرتاح له، بس هو حد يسندك برضو يا فاشل، يا اللي فشلت في التلفزيون يا فاشل. انا يا بابا ستو هسنده، انا جربني ده انا اصلا حرامي اصلا. انت اصلا حرامي؟ اه خلاص وهجربه بقى وخلاص، وانت تطبل يعني ما تقلقش خالص. تعالوا معايا بقى عشان هغير، غيرت الخطه، غيرت الخطه. طب وهو ما حضرش الخطه الاولانيه؟ ويعني لو حضر التانيه هيفهم. ده غبي غبي، بقول لك يعني غبي غبي. امال جايبينه ليه لما هو غبي؟ بص، مش كل خطه بيبقى فيها نسبه فشل؟ وهو ده نسبه الفشل بتاعت الخطه دي يا فاشل. يا رب افشل، يا رب افشل. طب ما في واحد فاشل جاهز اهو، تاخده. نفسك بالشراب ده هتشبهنا يا ابني. اطفي النور هتفضحنا، وشغل البتاع اللي في ايدك دي. لا يا رستم، البتاع دي افرض خلصت، وبعدين انا عايز الحجاره بتاعتها احطها في الحصان اللعبه بتاعي بقى. صوتك هتفضحنا. ماشي ماشي، راقب انت الطريق لغايه ما انا اخش اجيب الراديو. ماشي. انه طريق؟ مش لما الاقي الراديو. ملامح رمزي. بس بس، بقولك ايه، هو انت رمزي ولا انا اللي بحلم؟ لا هو انا رمزي، بس مش عارف اذا كنت انت بتحلمي ولا لا. انا صاحي اشرب، بس انت جاي هنا تعمل ايه؟ طب انت يعني حضرتك صاحيه دلوقتي تعطلي شغلنا؟ ادخلي بقى جوه عشان خلص الشغل. ودي صوتك هتفضحنا. خلاص خلاص، انا هبقى اشرب في وقت تاني. اسكت انت بقى، ايه الخيالات دي؟ قول انت نايمة. ها؟ الطريق امان يا رستم. الخطة نجحت. ايه يا ابني؟ ايه ايه؟ يلا بينا، الخطة نجحت، يلا بينا. يا رستم استنى، يا رستم استنى، الخطة لسه ما خلصتش، لازم اللي جرب الراديو ده اهو. نجربه ايه يا ابني؟ احنا هنشتريه. يا عم اسمعني يا رستم، افرض دلوقتي طلعنا احنا فوق وما لقطش اي قناه ولا حاجه، دلوقتي بابا ستو هيقول لي انزل يا دي رمزي وبتاع، والسلالم عاليه يا عم. عشان انا ما يهونش عليك، ما يهونش عليا تعبك ابدا. اللهم طولك يا روح. يا نهار اسود، وطي الراديو شويه. تسكت، وطي انت صوتك هتفضحنا. هو الراديو اعلى من صوتي. تغير المحطه. ايه ده؟ سمعتنا ازاي دي؟ يلا يلا بينا، انت لسه هتقعد تعمل لي كده قدامي؟ افتح يا رمزي، وطي صوتك يا غبي. يا جماعه ارجوكم اوعوا تفهموني غلط. امال نفهم ايه؟ وبعدين انت تخصص اجهزه كهربائيه بس، وانت ايه يعني، فاتح في شارع عبد العزيز؟ يا ماما يا ماما، بس حرامي سمباتيك ورقه تاني. بابا ستو، بابا ستو، بابا ستو. ايه 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 بابا ستو؟ انا رمزي، انا رمزي. رمزي ايه؟ لا مفيش ورا. الف مبروك، الف مبروك يا بابا ستو، الف مبروك. عملتوا ايه؟ سرقتوا راديو زي ما قلت لكم؟ لا، الواد رستو متمسك تحت، الحمد لله ربنا استجاب له دعايا وفشلنا، فشلنا. كان فاشل واحد، دلوقتي بقوا اتنين فاشل، بقوا اتنين فاشل، اعمل ايه بس يا ربي؟ استغفر الله العظيم، انا اللي قفلت عليه. المره دي بقى لا تقول لي جده ولا ام جده، انا ظبطتك متلبس، هوديك الاسم يعني، هوديك الاسم. لا لا حرام، بليز يا عادل، ده حرام عشان فاشيك ورقه خالص. ميرسي يا فندم. بيبي بليز اديله فرصه تانيه، ما هو اصل القانون بيقول لكل حرامي ثلاث محاولات. ده في انه قانون ده؟ ان شاء الله قانون البلاي ستيشن. كده يا مفتري تاخد الراديو بتاعي اللي بسمع فيه ام كلثوم وقال الفيلسوف. خش يا فاشل، خش يا فاشل، ورا كل شويه، كل شويه اروح اضمرك واجيبك من حته، كل شويه اروح اضمرك. يا عم اديني الباسبور بتاعي بقى وخلصني، عايز ابعت امي تروح تحج، وانت بقى بلغ عني وسلمني للبوليس براحتك. وانت كنت عايز تروح تحج قبل امك ما تروح تحج؟ طب ده انا بره كنت انا عايز اروح احج قبل امك
وأمي وكنت في المغرب وبعدين قلت أروح أحج يلا. طب أنا دلوقتي يعني أراضيك إزاي أنا دلوقتي؟ يا جماعة بصوا بقى، يا جماعة بصوا بابا ستو، إحنا بقى أنا هقول لكم على فكرة جديدة خالص. أوه. إحنا دلوقتي سرقة البيت بقت خطرة علينا دلوقتي وما بقتش مناسبة لينا، لأن الحرامية الكبار اللي زينا ما ينفعوش الشقق دي. صح. إحنا أنسب حاجة لينا سرقة البازار اللي انا شغال فيه، اللي هو بتاع دول حبيبي. ها احنا نروح نسرق البازار، ودلوقتي البازار ما فيهوش غيري انا، وانا جبان بخاف من الحراميه، فهنسرق بسرعه وكده هون العمليه هتتم بسلام وامان. ايه رايكم بقى؟ وبالمره كنت عايز اسرق حاجه مهمه قوي من البازار. وانت تقعد تقول كلام كتير، قعدت ربع ساعه بتقول انا خلاص، انا بقى انا هتصرف انا. وبصوا انا اقول لكم على فجاه ايه العمليه دي، انا هنزلها معاكم بنفسي. الله 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 يا اكبر حرام يا بابا ستو. الواحد بقاله فتره يعني ما سرقش حاجه، بس خلاص بقى قررت اسرق. وبص على اوريكوا الخطه عند اللي هي اللمبه بتاعت الخطط، واللمبه دي وانت بتنزلها كده اهو، وبعدين بتطلعها كده وتنور وتنزلها كده اهو، وتقعد تطلعها كده وتنزلها. وبص بقى العضلات، بص العضلات. ارنولد عرفته؟ انت فهمت حاجه يا رمزي؟ لا يعني عرفت هنعمل ايه ولا ايه؟ اه الحكايه دي غريبه، انا حاسس ان في سر معين، لان الحرامي تاني مره نقفشه وجده يمسك الحرامي وبعد كده يرجع تاني الحرامي. اعتقد ان جده فشل في اقناع الحرامي ان الجريمه لا تفيد وان الاصلح العمل الشريف. لا 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 لا، جده ما بيتكلمش بالاسلوب ده خالص، يا ريت يقول الكلام الحلو ده. انا حاسس ان هو اللي ورا الموضوع ده كله. ايه ده؟ تقصد تقول ان جده متواطئ ورا كل اللي بيحصل ده؟ ده مش بس وكده، لا مش بس وكده خالص، لا جده ده لعلمك بقى الراجل ده خطر، وانا شاكك انه في المغرب كان وراه قضايا وان البوليس الدولي بيدور عليه. انا بقى هبلغ فيه البوليس الدولي. لا لا لا، وعارف ايه كمان؟ اصلا جده كان في امريكا، ممكن يكون هناك اتعرف بمستر اكس او اكس بقى واي زد، انا ما تفرقش معايا. جده ده انا مش هستنى عليه لغايه اما مثلا يعمل لي سندوتش مفخخ وياكلهولي، ده الراجل ده مرعب رهيب. تقصد تقول ان هو عايز يعمل انقلاب وعايز يبقى رب الاسره؟ لا 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 لا، احنا لا يمكن نسمح بهذا التجاوز اصلا. انتوا يا ماما اول ناس هتجروا اول ما تلاقوا اول توكه حزام اترفعت عليا، بس انا بقى اللي مش هسكت، لن اسمح بهذا التجاوز. ايه هيرميني بعد كده في المنور؟ لا بصي، انا هطلع دلوقتي اتجسس عليه واكتشف بيفكر ازاي، عايز يعمل ايه، اي حاجه. عادل توخى الحذر. سافعل. انا عندي خطه لسرقه البازار. احنا نروح نكمم عادل ونسمم التماثيل، وبكده البازار يبقى في ايدينا. وفين بقى هي الخطه؟ ما قال لك يا عم جده هنكمم عادل ونسمم البازار وبكده التماثيل تبقى في ايدينا. لا انا عندي خطه تانية خالص. ايه؟ احنا نسرق البازار ونقعد نعمل كده. كل حلفائك خانوك يا عادل، حتى رمز الحيوان. يا عم جدي ارحمني بقى، اعتقني، نديني بصبوري، نفسي اتوب، نفسي اعيش حياة شريفة يا ناس. ايه يا رسم انت متصربع ليه على التوبة كده؟ هتتوب يا عم. بص انت تتوب على عيب احسن، اسمعني. ايوه هتبقى اجازة وهتعرف تاخد اللي انت هتاخده، تمشي بقى براحتك. بص يا ده حرابي، يا حرابي بصبورك هيفضل عندي. وبص انا عايزكم تركزوا في الشغل، عايزكم تركزوا في اكل عيشكم. تعالوا معايا، شايفين البتاعة دي؟ ايه هنسرقها؟ لا يا قط اسرق ايه، دي انا عايزكم تتدربوا عليها، عشان دي اللي هتخش كده وخش كده، عايزكم انتوا الاتنين مع بعض شدوا على طول، واحد اتنين وشدوا على طول، واحد اتنين تلاتة. كهربتوا؟ انا اللي كهربتها. يلا حربية. ايه ده؟ مين ده؟ انا رمزي يا بابا ستو. هو عامل حرامي؟ اه. طيب دلوقتي الساعة بتاعت الصفر هتبقى الساعة 13، اظبطوا منبهاتكم. ماشي. معاكم منبهات؟ لا. خلاص نبقى نسرق بقى منبهات. خلاص انا غيرت الخطة، احنا هنسرق منبهات، نظبطها مع حد تاني ونبقى نعمل خطة. خلاص؟ ماشي. اتفقنا على الخطة؟ اتفقنا بابا ستو. يلا بينا. كده يا جدي حتى الراجل اللي عايز يتوب قافش عليه.
خشوا حراميه، خشوا خشوا، برافو عليكم برافو عليكم. يا ده انا حبيت السرقه قوي، هي والواد رستم. وسرقنا وقشطنا كل البازار والحمد لله وعمليه ناجحه. شايفتوا ايه ده؟ انا سرقت البرتبه، سرقت البرتبه، سرقت. وايه ده؟ وايه ده؟ انا رسوح، انا رسوح. البون ذكرياتي، البون ذكرياتي اللي فيه كل تاريخي مع الحريم السرق. السرق يا اخوانا حرام عليكم. مين اللي سرق؟ مين اللي سرق؟ بس يا بابا ستو، اكيد اكيد الولا رستم هو اللي سرق. ما تجيش منك يا رمزي، ما تجيش منك، ده انا كنت معاكم يا راجل. يا جدعان حرام عليكم يا اخوانا، اعتقوني وبلغوا عن انا حرامي يا ناس. حد يبلغ عني البوليس يا اخواني. يا حرامي، ودي جايبه منين دي؟ من البلكونه من عندكم يا سريه. من ايه ده؟ انت حرامي، ده انت حرامي. بص يا بابا ست، ودي بقى انا سرقتها من البازار. بص كان نفسي اسرقها من زمان، شبهي بالظبط، صح يا رستم؟ يلا رمزي، حصلت تسرق اخوك. مساء الخير ايتها اللصوص. ايه ده، انت عرفتنا؟ ايه ده، ايه اللغه العربيه اللي دخلت علينا دي؟ على رانيا سعيد، مندوبة عصابة عادل سعيد لسرقة محتويات غرفة جده. يا خبر ابيض، ودول حبيبي فتح عصابة؟ لا ده انا كده بقى اشتغل معاه حتى لو ببلاش بقى. سلام عليكم، ادي اول سرقة. سلام، يلا رستم. عربي، بالنسبة ليك مستر ثيف. سيف مين يا فندم؟ انا رستم، انا بقيت واحد من العيلة خلاص. باسبورك في حوزتنا تحت عند استاذ عادل سعيد، انزل خده. بجد ربنا يكرمك، والله العظيم لا ادعي لك في الحج. ولا رمزي، رمزي. يا رستم انت هتوحشني قوي. يا رمزي والله انت اكتر يا رستم، احنا مش هنشوف بعض تاني؟ طب ما ناخد موبايلات بعضينا. يا ريت يا ريت. خد يا حبيبي، خد يا معلم. سمعني صوتك بقى. هتوحشني والله. انت اكتر والله. سلام عليكم. يعني الواد الهفق عادل هو اللي جه قلب الاوضه؟ ايوه يا جدو، وبعتني عشان اعمل معاك مقايضه، تسلمه محتويات البازار يسلمك محتويات الغرفه. كده بقى هضطر الجا للسلام مرغما، مش بمزاجي يعني، هرجع للسلام عشان اخد كل ذكرياتي وكل التاريخ بتاعي. بس بعد كده هنتقم، وممكن كمان اولع في الاوضه اللي انا ساكن فيها دي. هنتقم.